الجسية والمعدات للجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري يعتزم الجميع من تقليل التأخير من تسليم المواد الانتخابية. عملية التعبئة لهذه المعدات قد اكتملت، ذلك وفقا لمسؤولة قسم الخدمات اللوجستية والمعدات السيدة أم سعدين ميد هنغتا التي تقوم شخصيا بعملية مراقبتها ونشرها. الخمام بدأ يمرك، 13 بريمير بروفانس دخل سبري وشحن الوتائر ومارجين كما شفتوا ده، والبروفانس الآخرين كله وفير يا ميزور قاعدين نخدموا فوقهم، قاعدين نخدموا فجر وعشية. les équipes قاعدين يخدموا 24/24 وقاعدين يخدموا فجر وقاعدين يخدموا عشية عشان الخدمة تمشي كويس. هذا ولأجل استخلاص العبر من الماضي، فإن اللجنة ترغب في إيصال جميع هذه المعدات إلى وجهتها قبل أيام قليلة من إجراء التصويت. إن شاء الله الخمام يوصل بدري عشان كان في كوريكسيون كلها، إن شاء الله نقدر نأجستي عشان الإسكريتان ده شغله يوم واحد بس. هذه المعدات هي معدات الولايات البعيدة عن العاصمة التي تم إعدادها الآن، وفي حال التعطل السيارة فإن القسم أكدها بأنها ستصل في الوقت المحدد لها.